تحس ان الفرقتين فيهم شبه كبير جدا من بعض في كل حاجه، حتى اللعيبه بتروح هنا وتيجي من هنا، في من هنا بيروح هنا وفي من هنا بيروح هنا. وادي الشامي، وادي العرضيه، عرضيه الشامي راحت فين؟ راحت لحارس المرمى اماميه من خالد عبد الرازق. وادي حلوه، حلوه الكوره، ممكن خطوره، خطوره عرضيه، ارضيه، اوبا، يا سلام يا سلام يا سلام. هو ده الكلام يا فاروق، قلت لكم ايه، قلت لكم ايه، محمد فاروق تعرف ان فيها خطوره، محمد فاروق على طول تريد مارك كده وانت مغمض تعرف ان فيها خطوره. شوف عمل التهيئه للكوره وهو بيجري، بص بص اهو، هو الخطوتين دول عمل الاقتراب للكوره وهو بيسدد، لكن حط رجله في توقيت مناسب جدا جدا جدا. محمود رزق لاعب نادي الانتاج الحربي، وخبطت في رزق وطلعت ضربه ركنيه لنادي المقاولين العرب، وشكلنا كده هنشوف بدايه الاثاره، شكلها تكون بدايه الاثاره. يا سلام عليك يا رزق، محمود رزق، منصوره، ثم اهلي، ثم انتاج حربي، والله لاعبين كتير في الملعب النهارده، بدايتهم المنصوره، يعني مصنع، مصنع للاعبين نادي المنصوره الحقيقه، من افضل قطاعات الناشئين في الجمهوريه، اتكلم في ام بي، في مقاولين العرب طبعا بالاضافه للاهلي والزمالك طبعا. منصوره، ادي الضربه الركنيه، تلعب عرضيه داخل المنطقه بمنتهى الخطوره، لكن يطلع دفاع نادي الانتاج الحربي ازاي. شوف طارق جبرن، لاعب رائع، لاعب رائع، مش عارف ان الاسماعيلي استغنى عنه ازاي. ادي محمد فاروق، وادي العرضيه، الارضيه، سلام يا رزق، يتالق رزق، لكن العرضيه من فاروق كان لازم تبقى احسن من كده، كان لازم يلعب على حد. ادي اللعبه، شوف خدمته هنا بقى، السندتين زادوا، كان لازم تبقى سنده واحده هي دي اللي عملت الديلي في الهجمه، سندة والتانية كان خلاص قفل عليه زاوية التمرير، اضطر يلعب من الزاوية المفتوحة. ادي مرة تانية جبرن على يمينه، على يمينه مش هيعرف، على يمينه مش هيعرف، قطعت الكورة من الانتاج الحربي ولكن تخبط وتطلع على طول خارج الملعب، رامي التماس من احمد شديد قناوي. ادي طارق جبرن، لاعب المميز الغاني، صاحب ال 26 عام طارق جبرن. مرة ثانية محاولة داخل منطقة الجزاء، وادي العرضية، الهدف الأول، الهدف الأول، ويليام، ويليام أوكوركيت، محمد فاروق، قلت لكم، قلت لكم محمد فاروق لما توصل له الكورة تعرف إن في خطورة، محمد فاروق عنوان الخطورة، محمد فاروق عمل العرضية النموذجية، والراجل بقى ويليام حط رجله وقال لها روحي راحت، ما عملش اي حاجه غير كده. ادي اللعبه، وادي محمد فاروق استلم، عمل العرضيه قويه، والله حارس المرمى اللي خبطت فيه الكوره، ما لمستش في ويليام. ادي اللعبه، وادي بقى محمد فاروق اللي سدد وخبطت في حارس المرمى ودخلت المرمى، محمد فاروق عنوان الخطوره، وهدف اول على طول، تحضير للمقاولين، اماميه داخل منطقه الجزاء، ركله جزاء، ركله جزاء، ويليام بذكاء بيحصل على ركله جزاء من محمود رزق، وركله جزاء لم يتردد ابراهيم نور الدين في احتساب ركله جزاء لنادي المقاولين العرب. قد تزيد، قد تزيد الامور صعوبه على نادي الانتاج الحربي، هنشوف ونتابع بقى مين اللي هيسدد. شفنا قبل كده اضاع ركله جزاء محمد فاروق، يا ترى ممكن يكون من الشجاعه انه يسجل مره تانية ركله جزاء بعد ما جاب ركله جزاء في الرجاء واضاع في الاسماعيلي، هل ممكن يديله؟ ادي شوف بقى ردود الافعال من مختار، مختار لسه كنت بقول لحضراتكم، هل يا ترى فعلا محمد فاروق وركلة الجزاء لنادي المقاولين العرب، جايب ركلة في الرجاء في الأسبوع الأول ومضيع ركلة في الإسماعيلي، يا ترى هيعمل إيه مع الإنتاج الحربي؟ محمد فاروق على موعد مع الهدف ولا إيه؟ ويضيع، ويضيع محمد فاروق ركلة الجزاء، يا سلام يا عامر،
يا سلام يا عامر. هنا ما بنقولش بقى محمد فاروق هو اللي ضيع، لا بنقول عامر هو اللي صد، لان عامر هو اللي راح لها. محمد فاروق كده ضيع ركلتين جزاء، حتى كمان هو لعبها وحش قوي، لعبها ضعيفه قوي. عارفين لو دي حتى لو لو متوقعها عامر بس رايحه قويه مش هيلحق يجيبها. المباراه حلوت، المباراه حلوت جدا، وضربه ركنيه لنادي البقاولين العرب. طور الجبر، هدف وركله جزاء ضائعه. بقى في كلام، بقى في شغل داخل المستطيل الاخضر، بقى في انطلاقات، اختراقات، ركلات جزاء، اهداف. حياط بيديها المدير الفني لاي حد موجود. ضربة ركنية، احمد شديد، عرضية ارضية غير مرضية، مقطوع، توصل لنادي الانتاج الحربي على حدود المنطقة. اسلام رشدي قطعت منه، يجيبها تاني ايمي كايزي، مقطوع الكرة، تعمل هجمة مرتدة. هنا بقى شوف شوف مين راس الحربة، محمد فاروق هو راس الحربة. ادي انطلاقة طاهر، ممكن العرضية. يا راجل يا راجل، هنا بقى محمد فاروق ياخد افضل، محمد فاروق ياخد افضل. شفت لما اتقطعت الكرة مين الاسرع؟ محمد فاروق. مين الافضل وصولا للمرمى؟ محمد فاروق. هنا بقى العرضيه، لكن الحقيقه السيد الشرقاني لسه ما زالت الكوره، وادي العرضيه من محمد محسن خطيره جدا. يا راجل يا راجل، معديه الكوره في منتهى الخطوره، وفي كورتين في الملعب، لازم الحكم يوقف، لازم الحكم يوقف. ادي ده كلام مظبوط، ده كلام مظبوط طبعا، يعني دي حاجات بتحصل كده، اخطاء من الاولاد جميع الكرات في الملعب. طبعا اعتراض من لاعبي الانتاج الحربي، من الجهاز الفني للانتاج الحربي، مش اللاعبين. الحقيقه اللاعبين متقبلين جدا، لكن القرار اللي اتخذه ابراهيم نور الدين بغض النظر بقى عن العواطف، ولا كانت كره خطيره، لا كان المفروض يكمل، لا طبعا، لا لا لا، اللي عمله ابراهيم نور الدين هو عين العقل، هو عين الصواب فعلا. كورتين في الملعب، القانون بيقول لك مستحيل مستحيل. هنا بقى عمل ابراهيم نور الدين بذكاء شديد جدا، خرج الولد اللي متسبب في الحكايه دي، وهنا عمل اسقاط وقال له هتدي الكوره للانتاج الحربي، وده كلام محترم. والصوت على طول اتقطعت الكوره من اللاعب عبد العزيز، من اللاعب محمد محسن ليلى، يجيبها نادي المقاولين. محمد فاروق يبقى فيها خطوره، محمد فاروق خطير خطير خطير. واحمد شديد، احمد شديد كان هيعمل مشكله لنادي الانتاج الحربي. قلشت الكوره من شديد، الكوره كانت جايه قويه جدا من محمد فاروق. ادي محمد فاروق بطل اللقطتين اللي موجودين في اللقاء، عندنا لقطتين، اللقطه الاولى الهدف هو اللي جابه، واللقطه الثانيه ضربه الجزاء الضائعه هو اللي ضيعها، يبقى هو البطل. وفتى الشاشه الاول في هذا اللقاء، عرضيه ركنيه واتزحلق الراجل، اتقطعت للانتاج الحربي، تعمل مرتده لو عملها الشبراوي بسرعه، لكن عملها زاحفه ارضيه، يقطع الشامي، يعمل الشامي مرتده ولا ايه؟ ادي طاهر، والله لعيب كويس طاهر. مرة تانية توصل لنادي الانتاج الحربي، جات له الكورة على الثابتة، وادي أمامية، لكن محمد فاروق متسلل، مش سايبه النهاردة خالد حسين مساعد التاني لحكم اللقاء إبراهيم نور الدين. ضربة حرة، أدي خالد حسين، نشوفها تاني. هي بوابة الانتاج الحربي، أدي إبراهيم صلاح. ضربة حرة مباشرة للإنتاج، عرضية داخل المنطقة، ضربة الرأس، مش ممكن مش ممكن، كان هيعمل مشكلة إبراهيم صلاح، كان هيعمل مشكلة. شوف حول الكورة وهو بينزل، الأفضل إنه يسيبها. شوف اللعبة حولها في اتجاه مرماه، أدي اللعبة إبراهيم، شوف حولها إزاي، يعني هنا سرعة رد فعل عالية جدا 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 يا عرب، هايل 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 يا عرب. شوف اللي شوف إبراهيم صلاح حولها فين، حولها عند نقطة البينالتي، عشان كده. لكن ايزي اميكا توصل له الكورة، توصل تاني على حدود منطقة الجزاء، ادي التسديدة قوية يا ولد يا ولد يا اسلام يا رشدي، سد التسديدة حلوة قوي.